معايا غير على البلاد هذه ويحب عنده نية لبناء البلاد هذه. واحنا عدم حضور صحفيين اليوم بكثافة فما ندوة معناها لانطلاق الإصلاحات الفعلية في الدولة تفكرناها بعد عام ملي شدينا ملي غيرنا نظام الحكم بالنسبة لي ونبقوا على الجمهورية تاني. احنا نعرف بالبالي اللي زمن الاستفتاءات اول تضحية يتم بها هي التضحية بحقوق النساء. دونك هيك علاش نؤمن نحن في المنظمات المتواجدة هذه وحتى الناس اللي انضط معانا على بياناتنا واللي نقتصر معها الرؤية الكونية لحقوق الانسان ونتبنوا مع بعضنا الحريات وندافعوا عليها نؤمن اللي ما تنجمش جمهورية ذاتها تتبنى على انقاض شرف النساء. وما تنجمش جمهورية ذاتها تتبنى من غير عدالة اجتماعية. ومن غير ما نشاركوا النساء واحنا رينا في حركة الولايات 7% مرأة على 13 ولاية تتعين ونعرفوا معناها كيفاش في الأزمات كيفاش يوضحها بالنساء. هذا من ناحية، من ناحية ثانية والأهم من هذه إنه احنا ما عدناش عنا أدنى ثقة في هالحوار هذايا اللي هو حوار استشاري صوري باش يزينوا بين المشهد كما تم تزيين المشهد بالمجتمع المدني غدا 26 جويلية. دونك هيك علاش بالنسبة لنا احنا نقولوا راهو لا استفتاء على الحريات وعلى حقوق النساء ونقولوا لا بد من المساواة التامة والفعالية. واحنا ما ندافعوش كان على النساء، ندافعوا على كل مواطن ومواطنة سارقة حرة تحب تكون عندها معناها تتمتع بكرامتها بحريتها بحقوقها داخل البلاد هذيا. واحنا يبدو لي هذا من حقنا اليوم. حبيش نقراكم عملنا نداء وموجودة بنوزعوها عليكم، عملنا بيان من اجل معناها انتصارا للقضيات اللي تم سحبهم ودفاعا على شرف النساء هذوما. ايضا خرجنا بيان عبرنا فيه على عزم المشاركة في الحوار السوري بالشكل هذايا وبالطريقة هذه وبالمسرحية الهزلية هذيا اللي نعرفوا اللي ما فماش معناها إجابة حقيقية وفعلية للمسائل الحاقة الاقتصادية والاجتماعية. وفي الديناميكية النسوية احنا من البداية عملنا مذكرة نسوية وحطينا فيها شنو على شنو نحبوا الناس، على شنو نحبوا نتمسكوا. احنا نعرفوا بالدستور 2014 لازمنا نتمسكين به لأنه تبناه بدماء الشهداء.